اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بتاريخ 22 فبراير 2024، تجمع خنيفرة الاخوان سلالة تمحضيت، اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد. الناس اللي تتفرج فينا الاخوان تقول تبارك الله وتخلي لنا شي تعليق يكون زوين ما شاء الله. من أشغال اللجنة الوطنية أنوك 2024، سلالة تمحضيت، تجمع خنيفرة. خليكم الإخوان مع تتمة الفيديو والله ما يسير. تحياتي للجميع، تنحييو جميع الكسابة وتنهنئوهم على هذا الإنتاج تبارك الله. صراحة الإخوان باش دوز العام كامل وانت تقابل هذا الخير هذا تبارك الله وتخلي تال يعني تخدم به سنوات وسنوات باش تحسن السلالة وتحسن المنتوج ديالك، راه صراحة مجهود كبير تيقوم به الكساب. تحياتي اليوم للناضل من برادة، الله يسخر الجميع. هنا الإخوان جوج الكسابة معنا في هذا الفيديو، واحد كساب حاصل على 15 الفحل من درجات سوبر، وواحد حاصل على 7 ديال لي سوبر، 7 ديال الفحول من درجات ممتاز. بالنسبه للاخوه اللي تيسولونا على حساب الخروفه، الخروفه الاخوان كاينين جوج ديال الاصناف فيها، يا مقبوله يا ريفيزي. مقبوله تترشم بكريو احمر، ريفيزي تت انولا، يعني صافي ماشي فيها البرومي وفيها الدوزيام في الخروفه، لا الخروفه فيها يا اكسبتي يا ريفيزي. وبالنسبه للحول الاخوان راه كاينين تبارك الله سوبر كاين البرومي كاين دوزيام وكاين تروازيام وكاين بيرتيت يعني انولي. والله يسخر الجميع، وتحياتي للناس ديال الجمعيه اللي قايمين وشارفين على هذا العمل ديالهم. تحياتي لهم هذا من برادة. هنا الاخوان تتشوفوا مجهودات ديال سنين وسنين، ماشي مجهودات ديال سيمانه ولا 15 يوم. خليكم الاخوان مع تتمة الفيديو. الناس اللي وصلت معنا لاخر دقيقه تخلي لنا التعليق ديالها والله ما يسير.